هم الذين ينضموا ليه. لا يحق لخريج إعلام كليات وأقسام، لا يحق لأساتذة الإعلام اللي درسونا كلهم إن هم يكون لهم حق في هذه النقابة. لا يحق الإعلامية هيئة الاستعلامات وهي مؤسسة إعلامية في المقام الأول أن ينضموا تحت هذه النقابة. نحن بنوصل صوتنا من خلال حضرتك لكافة المسؤولين، بنناشد سيادة الرئيس، بنناشد سيادة رئيس مجلس الوزراء، ونحن لسه في بداية الموقف. إن شاء الله النقابة بصدد إعدادها، فيعني نتمنى أن يتم تدارك هذا الموقف وتكون نقابة الإعلاميين لكل إعلاميين مصر وليست الإذاعة والتلفزيون فقط. شكرا جزيلا لك. معنا السيد فوزي الفقي نقيب الفلاحين بالبحيرة. سيد فوزي.